أحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد. عندنا مجموعة مواضيع مهمة طبعا على رأسهن اليوم اللي حنتناقشوا فيهن بشكل موسع. تعيين ستيفاني ويليامز رئيسة القسم السياسي في البعثة الأممية سابقا، مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وطبعا بشكل مؤقت بديلا عن الدكتور غسان سلامة اللي قدم استقالته قبل فترة بسيطة جدا. حنناقشوا بالتفصيل شن اللي يعنيه وجود ستيفاني ويليامز، شن ممكن تدير ستيفاني ويليامز في هذه المرحلة، وشن هو مستقبل الخطة اللي اشتغل عليه غسان سلامة في خلال سنتين ونص. وأخيرا طبعا جنيف بشقيه الأمن العسكري وبشقة السياسي، شن هو مصيرهن، شن هو آخر الأخبار عليه، كيف تقدر تناور وتشتغل ستيفاني الآن في هذه المرحلة وفي هذه الظروف، والأهم طبعا في ظرف دولي إقليمي معقد حنجوه بالتفصيل. وعندنا مواضيع أيضا مهمة حنجوهن بالتفصيل، ولكن خلونا نبدأ بآخر أخبار الواقع الميداني والعسكري، وحننقل لكم مجموعة من العناوين العريضة نقلا عن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري اللي تكلم على عمليات عسكرية وتكلم على رصد لأهداف عسكرية. وخلونا نشوف الخريطة للتوضيح عشان نشوفها مع بعضنا آخر تطورات الواقع الميداني والعسكري بحسب الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد مسماري. إذن الجيش قصف مجموعة أهداف عسكرية بعد عمليات رصد زي ما قال اللواء أحمد مسماري، من ضمنهن تدمير رادارات تركية نوع سكاي في القاعدة الجوية في مصراتة زي ما تشوفوا الآن، بالإضافة طبعا لتدمير منظومة صاروخية أيضا بحسب الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد مسماري، منظومة صاروخية للدفاع الجوي تركية الصنع. أيضا في بوابة 60 زي ما تشوفوا تدمير 3 عربات مسلحة ومدفعية صاروخية مضادة للطائرات عيار 107. وهذه طبعا تصريحات الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد مسماري. الهدف العسكري الثالث زي ما أعلنت القيادة العامة كان في بوغرين، هو تدمير مستودع للذخيرة وأيضا مدفعية ثقيلة مضادة للطائرات صينية الصنع. هذين أبرز أهداف العمليات العسكرية اللي تكلم عليهن اللواء أحمد مسماري. نذكره من جديد زي ما قال الدكتور غسان سلامة قبل ما يغادر ليبيا، قال إن الهدنة أصبحت حبر على ورق تقريبا ملهاش وجود، وهذا طبعا يخلينا نفكره بشكل دقيق في مسألة الأمم المتحدة وفي دور الأمم المتحدة، كيف ممكن تشتغل الأمم المتحدة في هذا الظرف الإقليمي الدولي وفي ظل الهدنة كثيرة الاختراقات، أو خلونا نقول هدنة شبه ما هيش موجودة. عندنا الآن ستيفاني ويليامز، ستيفاني الأمريكية الرئيس السابق للقسم السياسي في البعثة الأممية. طبعا ستيفاني الآن هي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وفي البعض الآن يتساءل يقول هل من الموضوع أن نحن نتجاهل أن ستيفاني ويليامز أمريكية الجنسية؟ يعني في نهاية الأمر ستيفاني ما هيش من الهند، ما هيش من ألمانيا، ما هيش من أي دولة أفريقية، ما هيش من الشرق الأوسط، في نهاية الأمر هي أمريكية، وهذا شيء من المفترض أن نحن نأخذه بعين الاعتبار لما نتكلم على ستيفاني ويليامز ونتكلم على ربما يكون في دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية. في وجهة نظر ثانية تتعارض تماما مع الطرح اللي قلته الآن، يقولوا لو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبي يكون عندها دور أكبر، يعني دور سياسي أكبر ونوعي في ليبيا، ما هيش محتاجة طبعا لأن يكون عندها رئيسة في البعثة الأممية وغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أنها تضغط في كل الاتجاهات وبكافة الوسائل وبكافة الطرق، لو أن فعلا أمريكا من أولوياتها أو من اهتماماتها الأزمة الليبية، ولكن إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر في ليبيا ما هيش أولوية، ودائما متكي على الأوروبيين في القضية الليبية وفي الأزمة الليبية، وربما هي تشوف في ليبيا من 3 زوايا نظر فقط، على رأسهن الإرهاب ومكافحة الإرهاب والشغل بتاع الأفريكوم اللي في ليبيا وفي جنوب الصحراء الليبية وفي الجنوب الغربي لليبيا، ومحاربة ومكافحة الإرهاب اللي هو الشعار اللي ترفعه الولايات المتحدة في كل مكان في العالم، وأيضا مسألة الهجرة، وتقدر تضيف لها أيضا مسألة موارد الطاقة والموارد النفطية، وعندك أيضا ملف الروس، هذا طبعا شيء مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن ستيفاني ويليامز الآن هي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. الجميع يتساءل عن جنيف الآن، آخر حاجة دارتها الأمم المتحدة جنيف اللي بناء على نتائج برلين، وهو نتيجة من نتائج برلين اللي تم اعتمادهن داخل مجلس الأمن بقرار ملزم من مجلس الأمن،
بإجماع داخل مجلس الأمن، 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت، تصويت بالكامل على كل نتائج برلين في مجلس الأمن، 52 أو 54 نقطة، من ضمنهم طبعا المسار، مسار بتاع جنيف اللي مقسوم اثنين، شق أمني عسكري، لجنة 5+5 اللي معاش عليها أي نوع من أنواع الأخبار واللي هي متعثرة أصلا، وعندنا طبعا الجانب السياسي واللي تم عرقلته من مجلس النواب، وتم عرقلته أيضا من مجلس الدولة، وتم عرقلته تقريبا من الجميع ومن الطبقة السياسية الموجودة في ليبيا. الآن جنيف ما فيش عليه أي أخبار، التقديرات والتوقعات بحسب المراقبين والمتابعين للحالة الليبية وبحسب المحللين داخل الأمم المتحدة يتوقعوا أن جنيف في حكم المنهار أو في حكم المنتهي. طيب يبقى السؤال، ستيفاني ويليامز شن عندها عشان تناور، وشن عندها عشان تقدر تشتغل في ليبيا الآن؟ شن هو المتاح؟ كيف تبي تشتغل وانت ما عندكش حتى الهدنة اللي موجودة هي حبر على ورق؟ في أي اتجاه تبي تتحرك ستيفاني ويليامز؟ هل تبي تشتغل زي غسان سلامة في اتجاه إقليمي دولي بحيث أن هي تحاول أن هي تصنع هذه الرؤية المشتركة المتناغمة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين في ليبيا واللي من المفترض أنهم اتفقوا على الحد الأدنى في برلين؟ أو ستيفاني ويليامز تبي تتحرك في ليبيا من الداخل، تبي تلتقي مع الجميع، تبي تمشي القيادة العامة للجيش الوطني، تبي تمشي لحكومة الوفاق، تبي تلتقي مع الفعاليات، ربما تلتقي حتى مع الحكومة المؤقتة؟ شنو هي السيناريوهات المتوقعة؟ طبعا هذا كله حيجيب عن المستقبل، ولكن الشيء الواضح بالنسبة لعمل الأمم المتحدة والبعثة الأممية أنه حيكون معقد جدا في هذه المرحلة، لأن يعني أنت قدام بحسب مراقبين أيضا قدام تصعيد عسكري، وقدام تدخلات أجنبية مستمرة في ملف الأزمة الليبية، والأهم وهذا هو الخطير، العالم الآن قاعد شاقي بقضية مهمة جدا اللي هي قضية كورونا. كورونا الآن عطلت كل الفعاليات السياسية، الفعاليات الأمنية في العالم كله، الفعاليات الفنية، الفعاليات الرياضية، يعني العالم الآن قاعد مشغول بقضية كبيرة جدا. للأسف مش حتكون ليبيا أولويته الآن في هذه المرحلة، وأيضا الأمم المتحدة تقريبا كل شيء قاعد معطل الآن، قمم يأجلوا فيهن واجتماعات ومؤتمرات كلها تؤجل الآن، أوروبا كلها أصابها الفزع والذعر الشديد لما تحكي على أخبار زي وفاة أكثر من 130 شخص في إيطاليا في يوم واحد، أوروبا كلها أصابها الرعب، تكلم على وفاة 84 في أسبانيا إلى آخره. فالعالم الآن قاعد منشغل بقضية محددة اللي هي كورونا، قاعد يرصد في الميزانيات، قاعد يحاول أنه هو يدير اتصالاته، يتواصل، يتعاون، المجتمع العلمي الطبي قاعد يشتغل، والموضوع قاعد ياخذ فيه ابعاد سياسيه اقتصاديه، بالتالي كل القضايا الثانويه تتراجع بالنسبه للمجتمع الدولي. زي ليبيا لا شك ان هي قضيه ثانويه في نهايه الامر، لا تكون على سلم الاولويات اساسا في الوضع الطبيعي، ليبيا ما هيش على سلم الاولويات. فكيف عاد الان وعندك كورونا وعندك قصص وعندك الان انهيار في بورصات وعندك يعني اقتصاد عالمي متعثر والعالم كله زي ما يقولوا وضع المؤشرات كلها على الضوء الأحمر والجميع قاعد ينتظر؟ إذن إلى الآن نحن قاعدين في حالة جمود سياسي بالنسبة للمستوى السياسي وبالنسبة للعملية السياسية والمفاوضات السياسية والضغوط الإقليمية الدولية، ولكن في خضم هذا كله ورغم أن على سبيل المثال ألمانيا قاعدة مشغولة، ألمانيا قاعدة منشغلة، والأنجيلا ميركل تقول أن 60-70% من الألمان سيصابوا بكورونا، ومع ذلك هي خصصت وقت لليبيا ودارت اتصال مع من؟ مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج. نقرأ لكم الخبر. متحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل أجرت اتصال مع رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عشان نكون أكثر دقة. ناقشت ميركل مع السراج الوضع السياسي والعسكري في ليبيا وحثته على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سريعا. طبعا التوقيت أهم حاجة في أي عملية سياسية أو في أي موقف سياسي ممكن أنت تشوفها على التلفزيون الآن. لما نقوله ميركل اتصلت مع السراج، لا يمكن طبعا بطبيعة الحال أن نحن نفصل هذا الاتصال الهاتفي عن الجولة الأوروبية للقائد العام للجيش الوطني المشير حفتر اللي أيضا زار برلين، هذا كله ما نقدرش نفصله. وأيضا مطالب ميركل وحثها لرئيس المجلس الرئاسي على ضرورة التوقيع على وقف إطلاق النار، هذا قاعد يتناغم مع الجهود الألمانية والفرنسية والضغط الأوروبي سواء على القيادة العامة للجيش أو على المجلس الرئاسي عشان يتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. مراقبين يقولوا أن القيادة العامة للجيش قاعدة منفتحة على مسألة وقف إطلاق النار في هذه المرحلة،
والزيارة الأوروبية للمشير حفتر ربما هي تترجم هذا الانفتاح. وأيضا اتصال ميركل بالسراج ودعوتها وحثها لوقف طلق النار قاعد يعزز في هذه الفرضية أن القيادة فعلا منفتحة على مسألة توقيع وقف إطلاق النار. لكن طبعا التعقيد اللي حيواجه فايز السراج أو رئيس المجلس الرئاسي هي مسألة القواعد الشعبية أو المجموعات المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي واللي هي تضغط بحيث أن يكون وقف إطلاق نار مشروط. مشروط بشنو؟ كالعادة طبعا اللي نسمعه فيه من يوم 4 أبريل، مشروط بانسحاب قوات الجيش للأماكن اللي هي انطلقت منها يوم 4 أبريل في الجنوب، وهذا طبعا شيء ترفض القيادة العامة للجيش. والمجتمع الأوروبي وفي كل الأعراف يعني الدولية وفي الشغل دائما بتاع المفاوضات في أي قضية وفي أي أزمة وفي أي حرب أهلية وفي أي صراع وفي أي معركة، دائما المجتمع الدولي والأمم المتحدة لما يتكلموا على وقف إطلاق نار دائما يكون الحديث على وقف إطلاق نار غير مشروط من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية. غير مشروط بمعنى أن الجميع يحافظ على مواقع العسكرية، سواء الجيش سواء المجموعات الموالية لحكومة الوفاق، هذا هو المتاح. أنت تبي تنهي أزمة إنسانية تبي تدير وقف إطلاق نار غير مشروط في البداية، لما أنت تثبت وقف إطلاق النار غير المشروط وتدير نقاط المراقبة وتحط أنت يا سيدي مراقبين دوليين أو إقليميين أو سمي ما شئت وأيضا محليين، ولما تصل لتفاهمات عسكرية زي لجنة 5+5 بعدين أنت ممكن تتكلم وتحكي على عملية سياسية وربما تحكي على مفاوضات سياسية. إذن هذه عقبة حتواجه طبعا فايز السراج في حال أنه هو حتى لو كان هو منفتح على توقيع وقف إطلاق النار عنده مشكلة الداخلية، خصوصا أنه في مجموعات في الداخل وهي مجموعات تنتمي لمدينة مصراتة تحديدا دائما يعني متحاملة على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتشوف أن فايز السراج متخاذل وأن الحكومة الموجودة هذه ما هيش حكومة حرب كما يجب، وأن أصوات وقف إطلاق النار ضياء كلام فاضي. من ضمن هذه الأصوات مش بس المجموعات، عندنا المفتي الذي عزله البرلمان الصادق الغرياني. الصادق الغرياني الداعية أو المفتي الشهير بخطاب الدين المتطرف، خطابا اللي دائما هو يشق في الصف الليبي عاد من 2011 من هي الجديدة، وخطاب بفتاوى متطرفة ودعاوي للجهاد وأن ليبيا تكون مسرح لجهاد كل المسلمين، يعني العقلية الدينية المتشددة المتطرفة اللي عودنا عليها الصادق الغرياني. نبغى نسمع الصادق الغرياني هو موقفه ودعوته للمجموعات المسلحة وهو قاعد يسمع الآن في هذه الأخبار ويشوف في الجولات الأوروبية ويشوف في ضغط المجتمع الدولي ويشوف في اللقاءات، لقاءات فتحي بشاغة، لقاءات السراج، كيف يعلق الصادق الغرياني على دعوات وقف إطلاق النار بما يمثل الصادق الغرياني من مجموعات الإسلام السياسي والمجموعات الدينية الأخرى. نشوفوا الصادق الغرياني ونرجع للتعقيب. ونبه من هم في الجبهات، ونبههم ألا يستمعوا إلى هذه الأصوات المخذلة، وأن يجمعوا أمرهم ويحزموا قضيتهم وينهوها ويخلصوا البلد من هذا الظالم، فإن عملهم جهاد في سبيل الله ما أخلص النيات دفعا للظالم وردا للصائل ونصرة للمظلوم وإقامة للحق، هذا هو القتال والجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله، والذي ينصر الحق وينصر المظلوم ويدافع عن الوطن ويدافع عن الدين. ولا تسمع الأصوات المخذلة وأنها لا قدرة لنا، وعليكم أن تستكينوا وأن تستسلموا. وكل يوم نرى من المفاجآت، فلابد أن يتواصلوا مع المسؤولين جماعات وفرادى وأحدانا ويصدروا قراراتهم، لأنهم هم الذين يملكون الأمر، هم الذين يدفعون الثمن، هم الذين يدفعون أرواحهم. أما الساسة فهم في فسحة من أمرهم، يسافرون ويتنقلون ويعني الميزانيات بين أيديهم. إذن الصديق غرين يعتبر الحديث عن وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية والجهد الأوروبي هذا كله أشياء مخدرة وأشياء غير حقيقية، ويدعو المجموعات المسلحة أن هي تواصل القتال في الجبهات ضد قوات الجيش الوطني. طبعا هذا هو الخطاب التقليدي المتعارف عليه، واللي طبعا معروف من الصديق الغرياني دائما هو يدعو القضية هذه، حتى من قبل، حتى قبل 4 أبريل لما مجموعات مسلحة قررت أن هي تقاتل داعش، تنظيم داعش في سرت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مباشرة قال لهم مجموعات المدنيين المرصوص، طلع على الصديق غرياني قال لهم راهو الجهاد الحقيقي في بنغازي مش في سرت. يعني يعتبر أن المجموعات المسلحة أو الشباب الليبي
اللي انخرط للأسف في جمع في حمل السلاح يعتبر أن حرب الحقيقية هي ضد أبناء المؤسسة العسكرية اللي أنشئت في بنغازي وتكونت نواتها في 2014، ويعتبر فيها هي أهم من قتال داعش. يعني هذه المواقف تقليدية نحن نتعود عليها من الصدق الغرياني، وهذا شيء معروف لما تكلم عن الإسلام السياسي وعن سياساته ونظرته لمسألة التسوية السياسية ونظرته لقضية المفاوضات ونظرته لليبيا أصلا ولشكل الدولة والعملية السياسية كلها على بعضها. عندهم نظرة خاصة يعني بالنسبة للدولة، جماعة الإسلام السياسي أو جماعة التيار الجهادي اللي يمثل الصادق الغرياني. لكن هو طبعا الأخطر من هذا كله أن لما جيت تشوف تطلع شوي من ليبيا وتبدأ تشوف الآن الفتاوى الدينية المتطرفة كيف قاعدة تشتغل ومن قلب أوروبا إلى هذه اللحظة المباركة، وتشوف أن المجموعات الجهادية هذه ومنظري الفكر الجهادي في كل أنحاء العالم كيف أنهم مهتمين جدا بقضية ليبيا، وكيف أنهم مهتمين جدا بمصير الإسلام السياسي الآن في ليبيا، سواء أن المجموعات اللي قاعدة موجودة في المنطقة الغربية في ليبيا أو حتى بالتاريخ اللي صار في ليبيا، واهتمامهم بالشغل اللي يدير فيه الجيش الوطني. ما تتخيلش كمية الاهتمام اللي هم يولوها إلى ليبيا لما تشوف الفتاوى وتشوف المراسلات وتشوف شبكة الاتصالات هذه اللي قاعدة سيرة بين التنظيمات الإسلامية على اختلاف أسمائها ومسمياتها. قبل أسبوع استضفنا السيد منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية وتكلمنا معه على قرار القضاء المصري بإعدام الإرهابي هشام عشماوي اللي قبض عليه الجيش الوطني في مدينة درنة لما كان هشام عشماوي ضمن مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها. طبعا مجلس شورى مجاهدي درنة أقطاب سياسية موجودة في تحالف الوفاق للأسف كانت تدافع عليهم وتقول إن هضم والله شباب وهضم ثوار، من ضمنهم مجلس الدولة، من ضمنهم يعني قيادات سياسية في تحالف الوفاق. لقينا قيادات أجنبية من الصومال، لقينا هشام عشماوي، لقينا رفاعي سرور، لقينا المجموعة هذه كلها اللي كانت تقاتل داخل مدينة درنة. كويس، القضاء المصري قال كلمته في الإرهابي هشام عشماوي، ولكن القيادات الإرهابية اللي موجودة في العالم كان عندها رأي آخر. وبيكم تسمعوا رأي لواحد من منظري الفكر الجهادي واللي عايش في بريطانيا، هو مشهور دائما يظهر على وسائل إعلام الإسلام السياسي اللي هو هاني السباعي، من عتاولة الفكر الجهادي المتطرف اللي ينشر في التطرف حول العالم، يحكي بحرقة عن هشام عشماوي ويحكي عن درنة ويتكلم عن الجيش ونشوفه رأيه في ليبيا. ليش نبغى نشوفه رأي هاني السباعي؟ لأن هذا كله قاعد هذه كلها أبواب تفتح على بعضها لما تتكلم على شبكة الإسلاميين وهذا التيار الجهادي المتطرف. نشوفه جزء ونرجع للتعقيب طبعا تناغما مع تصريحات الصديق الغرياني. نعم شرفاء، ولكن مثل هؤلاء الشرفاء يكونون مثل هشام عشماوي، هؤلاء الشرفاء مثل خالد الإسلامبولي، مثل عبد الحميد عبد السلام، مثل عطاء طه الحميدة، مثل سيد موسى، مثل هؤلاء الضباط الذين كانوا في الجيش المصري وقاموا بواجبهم، فلأنهم شرفاء قاموا وأنكروا المنكر وتبرأوا من هذا الجيش، جيش الردة. أما الحكم المستور الحال فيهم فهم من هذه الطائفة، يعني طائفة الجيش طائفة ردة كما بيّنت في الخطبة اللي هي عن هشام عشماوي رحمة الله عليه، خطف من دارنا وبغدر من الخبيث المرتد الخؤون المجرم العميل حفتر وعصابته، وتم تسليبه من 2018، يعني ظل حوالي عام كامل عندهم، واعتقلوا زوجته وأهله معه، ولا ندري ماذا حدث في الزوجات، يعني الناس تنسى قصة زوجاته أيضا كما حدث مع زوجة عمر الرفاعي رحمة الله التي قتل واستشهد أيضا في دارنا، زوجته الآن عند الكنيسة هي وأولادها. وكذلك له زوجة، هو كان رائدا في قوات النخبة، كان ضابط صعقة يا جماعة، ليس ضابطا بسهولة، قام وتبرأ من هذا الجيش المجرم وجاهد هناك في سيناء وكان ضد هؤلاء الغلاة وضد هؤلاء الخوارج، ثم بعد ذلك ذهب إلى ليبيا وقاتل هناك هؤلاء أيضا وقتل هؤلاء المجرمين من هؤلاء المرتزقة الخبثاء، ثم تآمرت الدنيا على دارنا وقتلوهم للأسف الشديد، وانتهت دارنا في ملحمة ومرسية حزينة أمام مرأة ومسمع العالم. ف
فرحمة الله عليه وتقبله شهيدا. إذن هذه هي النظرة التقليدية المعروفة بالنسبة لجماعات الإسلام السياسي، كلهم بنفس الطريقة، خصوصا نظرتهم لمدينة درنة، من الصادق الغرياني إلى الجسم السياسي اللي اسمه مجلس الدولة إلى هاني سباعي. لكن طبعا الفارق بين الصادق الغرياني وهاني سباعي أن هاني سباعي ليس لديه ما يخفيه، الرجل يتكلم بهذه الصراحة ويصف الجيوش إنها جيوش مرتدة، سواء الجيش المصري أو الجيش الليبي، وهذه هي الحقيقة، هذه هي نظرة الإسلاميين للجيوش. عداوتهم مع المؤسسات العسكرية عداوة تاريخية، لما تكلم عن الإسلام السياسي عداوتها مع الجيوش من البداية عداوة فكرية بالأساس، مهمش من يكون قائد الجيش، الأسماء ما هيش مهمة، العداوة تاريخية، ناس عندهم فكرة مختلفة تماما للدولة، والجميع ما زالوا قاعدين يتباكوا على مدينة درنة بنفس الكفية، يقولوا والله العالم تركها. شوف هذا يتكلم يقول لك جيش مرتد، هذا من أكبر الإرهابيين والجهاديين المتطرفين في بريطانيا. طبعا هذه غريبة، علاقة المخابرات البريطانية في كل التاريخ مع الإسلاميين والإسلام السياسي علاقة متشابكة ومعقدة ومتداخلة، وغريب طبعا، غريب أنك تسمع الخطاب هذا إياه من قلب أوروبا، تسمع واحد من قلب أوروبا عايش في أحضان العلمانية والديمقراطية الغربية ويحكي لك على الردة والجيش مرتد، وقاعد يترحم على ناس في تنظيم القاعدة، ويصف في الجيش المصري أنه هو جيش مرتد، والجيش الليبي أنه هو جيوش الردة وجيوش مرتدين، وأن درنة تركت لمصيرها طبعا زي ما يقول الصادق الغرياني، أو زي ما يقول طبعا مجلس الدولة. على كل حال نبغى نطلع لموضوع آخر، نطلع من قصة الشيوخ ومن قصة الإرهاب والخطاب الجهادي المتطرف، نمشي لتصريحات أخيرة لرجب طيب أردوغان وللمواقف أردوغان بخصوص سوريا وليبيا. زي ما ذكرنا الملف السوري والملف الليبي ما نقدرش نحن نفصل بينهن الآن بسبب لاعبين رئيسيين إقليميين دوليين، تركيا وروسيا في سوريا وفي ليبيا. المراقبين والخبراء العسكريين المحايدين يقولوا أن أردوغان في سوريا قدر أنه هو يعني يستوعب الصدمة اللي صارت ومقتل أكثر من 37 عسكري تركي، قدر أنه هو يستوعبها عن طريق التكنولوجيا المتطورة بتاعت الطائرات المسيرة، وفعلا قدرت الطائرات المسيرة هذه أن هي تحيد مئات وربما أيضا حتى آلاف من الجنود، جنود الجيش السوري، هذا طبعا بحسب خبراء عسكريين هم من المفترض أنهم محايدين، ولكن ما زالت الأمور ما هيش تحت السيطرة بالنسبة لأردوغان. المشكلة اللي قاعد يواجه فيها الآن هي مسألة الرأي العام داخل تركيا، طبعا إضافة للرأي العام الغربي والرأي العام الأوروبي إلى آخره، ولكن هذا شيء ما هوش مهتم به جدا أردوغان، اللي يهتم به اللي هو الرأي العام داخل تركيا، والناس اللي قاعدين تتساءل الآن عن جدوى الحروب، أو خلونا نقول المغامرات اللي تقود فيهن أو يقود فيهن حزب العدالة والتنمية في البرلمان طبعا، ويعطي في الشرعية لأردوغان بحيث أنه هو يتحرك في سوريا ويتحرك في ليبيا. في إطار مسألة الرأي العام والقصة هذه كلها، أردوغان قاعد يواجه في انتقادات كبيرة جدا. على سبيل المثال أمس زعيمة حزب الخير ميرال أكشنشار وجهت انتقاد حاد اللي يشتغل به أردوغان، وقالت أن اللي قاعد يصير الآن هو عبث وشيء لا طائل منه، وأن السيد أردوغان لما عدى يلتقي بالرئيس الروسي أجبر أنه هو يقف نص ساعة، المقطع طبعا الشهير اللي تم تداوله، وأن نحن عندنا 36 عسكري، هذا زي ما تقول راح بالبلاش وتقدم في هذه الاعتراضات، وعندنا أيضا وزير العمل والتضامن الاجتماعي التركي الأسبق حضو هذا عضو الحزب الجمهوري المعارض، أيضا تكلم على سياسة التعتيم الممنهج اللي تشتغل عليها تركيا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرأي العام التركي، وأن هي ما تعلنش عن القتلى، وأن هو يعلن عليهم بخجل أردوغان تحديدا، الرئاسة التركية تعلن مرة يوم يقولوا ثلاثة، مرة يوم يقولوا أربعة إلى آخره. سياسة التعتيم هذه الممنهج طبعا ما ننساش نذكره بحسب تقارير منظمة العفو الدولية وتقارير هيومن رايتس ووتش والمنظمات الدولية، تركيا أكبر بلد يسجن في الصحفيين، البلد رقم واحد في العالم، عدد هائل من الصحفيين والقضاة والعسكريين والناشطين، شيء معروف الآن. في إطار التعتيم الممنهج اللي يتكلم عليه عضو الحزب الجمهوري المعارض وتكلمت عليه المعارضة التركية، تم إغلاق أكثر من وسيلة إعلام داخل تركيا بسبب إيش؟ بسبب أن هي نقلت مقتل ضباط أتراك وجنود استخبارات أتراك وين؟ داخل ليبيا، واعتبرتها طبعا الدولة التركية أو اعتبر أردوغان وحزب الحاكم أنها ضيها اعتداء على مسألة الأمن القومي، وفعلا تم إيقاع عقوبات على بعض القنوات وعلى بعض
وسائل الإعلام التركية. على سبيل المثال تشوف فيها الآن قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا أنه هو يغلق قناة حالك المعارضة. ليش؟ بسبب كشفه عن هوية ضابط مخابرات التركي الذي قتل في ليبيا. قنوات ومحطات يغلقوا ويسكروا فيهن. وهذا طبعا يخليك تتساءل عن 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 المستقبل الديمقراطي لتركيا، وهي من المفترض أن هي قبل 10 سنوات كانت بلد ديمقراطي، كانت بلد تعددي. لكن أيضا نذكر أن أردوغان الآن لها 20 سنة في الحكم، 20 سنة في الحكم، وأغلب الوزراء والدبلوماسيين الغربيين بدأوا يصفوا في نظام أردوغان أنه هو فعلا نظام ديكتاتوري. بل أن البعض منهم يقول لو أن سير انتخابات ويخسر أردوغان لن يسلم السلطة. بهذا الوضوح لو يصير الانتخابات ديمقراطية والناس تختار شخص آخر، أردوغان لن يسلم السلطة، وربما هو يتحايل عليها زي ما صار في انتخابات البلديات اللي حاولوا أن هم يعني يلتفوا عليها بعدين ما نجحوش إلى آخره. ولكن لما تصل الأمور يعني زي ما يقولوا توصل عدل عند العظم، لا يمكن أن أردوغان يتنازل في خصوص الرئاسة والسلطة السياسية. هذه المجموعة طبعا أخبار تناولناها معكم. طبعا نتكلم بعد الفاصل بتوسع أكثر عن المشكلة، المشاكل والقضية اللي قاعدة تشغل في العالم كله، قضية كورونا. وزي ما ذكرنا في البداية بسبب كورونا الآن كل الملفات السياسية قاعدة مهملة، على رأس طبعا الملف الليبي مهمل تماما. قمم ومؤتمرات كل تم تأجيلها، فعاليات سياسية في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية كلها تم تأجيلها، اجتماعات مهمة للبعثة الأممية في ليبيا كان المفترض أن هي تتم في تونس وتم تأجيلها بسبب كورونا. فاصل قصير وحنضمنا الأستاذ اللبناني في جامعة ميلانو الدكتور حسين جلوس، نحكم معه، هو موجود في الشمال الإيطالي ونحكم معه من قلب إيطاليا عن أوضاع كورونا، خصوصا أن إيطاليا الدولة الأوروبية اللي ضربها كورونا بشكل مرعب ومخيف وتحولت أيضا لبؤرة مخيفة تهدد في أوروبا كلها. فاصل قصير ونكون معكم. إذن كورونا اللي تقريبا شل وعطل كل الفعاليات السياسية الفنية الثقافية، فعاليات السينما، الفعاليات الرياضية، كورونا قاعد الآن الكابوس الأول في العالم كله وفي دول العالم تقريبا جميعها. وخلوني نرحب بضيفنا اللي انضملنا من إيطاليا من ميلانو وتحديدا من بافيا الدكتور حسين جلوس أستاذ اللبناني المحاضر الأكاديمي في جامعة بافيا في ميلانو في إيطاليا. سعداء جدا بانضمامك لنا الدكتور حسين، وبداية نتمنى أن تكون بصحة جيدة وتطمئننا عليك، ونبدأ نقاشنا بمسألة مسار العدوى. يعني في شيء عجيب قاعد يصير بالنسبة لفيروس كورونا دكتور حسين، وكأن عنده فيزا مفتوحة لكل دول العالم ولكن يضرب في أماكن بشكل مفزع ورهيب زي إيطاليا وتحديدا في الشمال الإيطالي اللي أنت موجود فيه، ويستثني في بعض الأماكن الأخرى. هذا جانب. والجانب الآخر مسألة الحضانة اللي صار فيها شائعات وصار فيها جدل كبير، في اللي يتكلم عن 14 يوم في اللي يتكلم في حالة نادرة عن 24 يوم. صحيح. أولا مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام. نعم. هل تسمعني؟ نعم نسمع فيك بشكل جيد، ولكن ربما يعني نحتاج أنك أنت تسكر الصوت من عندك دكتور حسين عشان الصدى لا يصلك. نعم. طيب نحاول نعالج المشكلة، مشكلة الصوت الفنية، مع الدكتور حسين جلوس الأستاذ اللبناني الأكاديمي والمحاضر في جامعة ميلانو في إيطاليا، هو موجود طبعا في الشمال الإيطالي. نذكره من جديد. نعم نسمع فيك بشكل جيد دكتور حسين، إن شاء الله صوتي وصلك بشكل كويس. هلا جيد. نعم. لسؤالك عن صحتنا الحمد لله نشكر الله أننا بخير رغم هذا المأزق العظيم الذي بدأ ينم بجميع دول العالم كما ذكرت حضرتك. نعم. بالنسبة لمسار العدوى، مسار الكورونا فيروس، هو كمسار كافة الأمراض المعدية يتبع عادة ما يسمى منحنى نمو العدوى، أي أنه في البداية وانطلاقاً من الإصابات الأولى يبدأ تزايد الأعداد، لذلك المنحنى سيكون في حالة تصاعد دائم بيصل إلى أعلى نقطة التي هي القمة أو الذروة في ارتفاع الأعداد،
ومن ثم يبدأ بالانحناء والنزول مع انخفاض عدد الإصابات. إذن الذروة أو القمة هي ذلك الجزء من المنحنى الذي يبدأ بعده الانخفاض بتسجيل عدد حالات الإصابة. حاليا وعلى مستوى العالم طبعا باستثناء الصين كما نعلم، الأرقام التي تنشر تباعا تبدو وكأنها نشرة حرب وتبدو مخيفة للغاية. الفيروس يتنقل من مكان إلى آخر وإن كان بشكل بطيء، ومن الطبيعي أن يرتفع عدد الحالات يوما بعد يوم. لذلك وعلى الأقل في الوقت الحالي لا يجب علينا أن نكتفي بالسؤال والتفكير بمنحنى النمو أو متى يبلغ الفيروس ذروة انتشاره، ولكن علينا التركيز على أشياء بذات الأهمية، ألا وهي كيف نتمكن من احتوائه أو التخفيف من حدة تأثيره. ما يجب قوله وما يجب على الجميع أن يعلم أن تباطؤ نمو العدوى لا يحصل إلا في حال قام كل مواطن بدوره، أي الالتزام بالإرشادات الصحية، وقبل كل ذلك الالتزام بالبقاء في المنزل. يعني لتقريب الفكرة يمكننا تشبيه الفيروس على أنه كرة من النار، كلما وجد المزيد من القش في طريقه زاد اشتعال النار وانتشارها. لذلك علينا أن نزيل هذا القش من الطريق، ولا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال الالتزام بالإرشادات القليلة والبسيطة وقد أصبحت بمتناول الجميع، وبالأخص البقاء في المنزل. يعني بكل صراحة أقولها، نحن في الواقع من نساعد على انتشار الفيروس بسلوك غير مسؤول ولأسباب غير مفهومة. يعني اسمحوا لي أن أقول أنه من العجيب فعلا أن لا يفهم الناس مثل هذا الأمر البسيط. يعني يمكنك الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل، إلى التبضع، إلى أداء حاجاتك، ولكن بعد ذلك عليك العودة والبقاء في المنزل. إنها نوع من التضحية، تضحية يجب تقديمها لبضعة أسابيع وليس مدى الحياة، لأنه في هذه الأوقات الصعبة نحن بحاجة إلى التركيز أكثر على المرضى وتجنب الوصول إلى النقطة التي لا يمكن بعضها المستشفيات رعاية جميع المصابين بالفيروس. يعني إذا امتلأت المستشفيات ماذا نفعل؟ للأسف هذا الحال ما يحصل الآن بالنسبة للفيروس. يعني مسؤولية تضامنية اجتماعية، مسؤولية تضامنية اجتماعية من الجميع. بالتحديد. أما بالنسبة لسؤالك عن فترة حضانة الفيروس، بالنسبة لفترة الحضانة وانتقال العدوى، إن أحدث الدراسات العلمية بهذا الخصوص، وهي التي جرت منذ فترة وجيزة يعني في الأسبوع الماضي في مستشفيات جون هوبكينز في أمريكا، ونشرت في مجلة مهمة جدا من الناحية العلمية اللي هي Annals of Internal Medicine. هذه الدراسة تفيد أن معظم المصابين، أي 97% منهم، تظهر عليهم الأعراض خلال اليوم الخامس أو السادس من الإصابة. هذا يعني في الواقع أن أول 5 أيام أو 6 أيام دون عوارض تمثل الفترة الزمنية التي يمكن أن تنتقل فيها العدوى بسهولة وبسرعة. المعروف حتى اليوم أن فترة الحضانة هي 14 يوما، ومن ليس لديه أعراض ظاهرة قبل اليوم 12 أكيد هذا من حسن حظه، ولكن من سوء حظ الآخرين، لأنها فترة يمكن فيها أن تنتقل العدوى وستكون أكيد أكبر نسبة. طيب الشيء المخيف، هذه الدراسة بس لخلص الفكرة، هذه الدراسة أفادت أن 100 مريض من كل 10,000 مريض ستظهر أعراضهم بعد الرابع، بعد اليوم 14. وهذا للأسف يعني أنه من الممكن أن تكون فترة الحضانة أطول من 14 يوم كما ذكرت حضرتك، ممكن تكون أكثر من 14 يوم. هذا معناه أنه يجب أن تطول أيضا فترة الحجر، ولكن حتى الآن هي كذلك تبقى 14 حتى صدور نتائج أبحاث أخرى لا زالت سارية. جميع المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض، أعراض المرض، يجب أخذ حالتهم بعين الاعتبار،
نعم. ومراقبتهم مع الوقت. هؤلاء هم الأشخاص الذين بالتأكيد أتوا على اتصال وثيق بحالة مصاب آخر لأكثر من 15 دقيقة، وعليهم أن يكونوا متيقظين لصحتهم وعزل أنفسهم على الأقل لمدة 14 يعني يوم. سمحني على المقاطعة دكتور حسين، 15 دقيقة فقط كافية لنقل العدوى؟ يعني صحيح. زمن وجيز، لأن الفيروس مدة تواجده على الجلد على اليد، نحن نقول لا يجب أن نتصافح باليد لأن الفترة وجيزة، ولكن هي فترة كافية لكي ينتقل الفيروس من يد إلى أخرى. مدة بقائه على الجلد هي فقط 15 دقيقة، ولكنها تختلف مثلا على الثياب، ممكن أن تكون لمدة 7 ساعات أو 9 ساعات على حد الأقصى، 10 أو 12 ساعة مثلا على المساحات المعدنية. لذلك يجب دائما غسل اليدين والثياب وتعريضها لأشعة الشمس إذا أمكن لمدة ساعتين يوميا. نعم. طيب، في شيء مخيف اللي هو إعلان منظمة الصحة العالمية، يعني إعلان منظمة الصحة العالمية تقريبا أثار فزع الناس في كل مكان في العالم لما وصفوا كورونا أنه أصبح وباء عالمي أو جائحة عالمية. كيف نقدر نفهم هذا التصريح؟ يعني هل يجب التخوف أو أن ربما هذا من باب المبالغة الاحترازية، يعني إن صحت التسمية؟ هي ليست مبالغة فيما يتعلق بحالة الوباء التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية. ولم يتغير شيء بالنسبة لبعض الدول، وأعني الدول المتحضرة. إنه مجرد مقياس متوقع من قبل منظمة الصحة العالمية في أي حالة انتشار وباء عالمي، لأنه يسمح بأن يكون للمنظمة هامش أكبر لمساعدة البلدان التي تواجه أكبر قدر من الصعوبة. وطبعا خبراء المنظمة لديهم قلق عميق من انتشار الفيروس في بلدان يكون نظامها الصحي ضعيف، لذلك هم يستعدون للعمل على رفع مستوى الاهتمام وتحسين التنسيق الدولي، ما يسمح للمنظمة بالتوصية بالتدابير اللازمة. يعني منظمة الصحة العالمية مع الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية، نعم، يمكن لها إرسال ممثليها إلى كل البلدان، ويمكن أن تطلب من كل دولة اعتماد تدابير لاحتواء المرض مثل إيقاف النشاطات الاجتماعية، منع السفر، توصيات بشأن بروتوكولات علاجية إلى آخره. في هذا السبيل تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد جزء أو منطقة في العالم محصن ضد الفيروس، ولكن هناك بعض الدول التي ينتشر فيها الفيروس بنسبة أقل، ويعتمد ذلك طبعا دائما على سلوك المواطن. لهذا السبب من المهم تطبيق تدابير الاحتواء الموصى بها كي ننجح في احتواء العدوى. طيب، احتواء العدوى لزمن يعني مسألة أسابيع، والمسؤولية التضامنية الاجتماعية المهمة اللي ذكرتها دكتور حسين، ولكن طبعا يظل السؤال عن اللقاح أو المطعوم. شن الذي صحيح. يعرقل ما هو الذي يعرقل ظهور لقاح فعال لكورونا، خصوصا أنه هو من أسرة معروفة، يعني إلى حد ما عندنا معها خبرة؟ لا شيء صراحة يعرقل إنتاج اللقاح. نعم، إنه فيروس الكورونا فيروس هو معروف، أو سلالة الكورونا فيروس لنقل عائلة الكورونا فيروس معروفة منذ الزمن، منذ سنين عدة، ولكن هذا الكورونا بالذات هو فيروس جديد وليس لدينا معلومات كثيرة عنه. نعلم فقط أنه ينتشر بسرعة، وللحصول على لقاح عادة للأمراض المعدية يستغرق ما يقارب حوالي السنة، يعني 12 شهرا، وهو الوقت اللازم لإجراء البحوثات والتجارب أولا على الحيوانات ثم على البشر، وبعدها فترة التسجيل، وأخيرا فترة التصنيع والتسويق. حسنا، لو أردنا أن نكون متفائلين يمكننا أن نأمل خلال 6 أشهر، لأن بعض البلدان لا تتطلب تقييمات صارمة للغاية كالتي ذكرتها. نعم. وهذا سيسرع إن شاء الله في الوقت لإعداد لقاح في الأشهر القادمة، ولكن في أحسن الأحوال لا أعتقد قبل نهاية فصل الصيف المقبل. طيب، إذا معناها ما فيش أي جديد بالنسبة للعلاجات أو بالنسبة للقاح؟
بالنسبة للعلاج نعم. يجب أن نكون صريحين، لا يوجد حتى الآن علاجات موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس. طبعا لمعالجة العوارض الناتجة عنه هناك علاجات عدة كالأكسجين والسوائل والمضادات الحيوية لعلاج أي عدوى بكتيرية. طبعا الخبراء من جميع أنحاء العالم يجتمعون بشكل دائم لتبادل الخبرات والبحث عن العلاجات الممكنة. حتى الآن يتم استخدام أدوية قديمة ضد الفيروسات استعملت في السابق، إضافة إلى أدوية جديدة وهي أدوية بيولوجية تستعمل في علاج التهاب المفاصل الروماتيدي، أظهرت مؤخرا فعاليتها وهي بادرة التفاؤل إن شاء الله من ناحية العلاج. وقد قرأت منذ دقائق فقط أن شركة الأدوية التي تصنع هذا الدواء وهي شركة روش أعلنت أيضا أنها ستعطي مجانا، ستوزع مجانا هذا الدواء على كل المستشفيات في كل العالم لمعالجة أمراض مرضى الكورونا. وهذا ما أعتبره أنا فسحة من الأمل من الناحية العلاجية، لأن النتائج التي بدأت وإن كانت طفيفة بدأت حقا إيجابية. طيب نعم، لو عندك إضافة بالخصوص دكتور. نعم تفضل، عندك لوقت في بخصوص العلاج. بدي بس كمل الفكرة أنه تتم أيضا دراسة استعمال القسم السائل من الدم أي البلازما، وهو الذي يحتوي على المضادات الحيوية في الجسم بسحبه من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الكورونا وتعافوا وشفيوا واكتسبوا المناعة ضده، رغم أنه في حالات نادرة يمكن أن يصاب مرة أخرى بالمرض. هذا النوع من العلاج أيضا يساعد، ويبدو أنه في المستقبل يمكن أن يكون أحد العلاجات التي تستعمل لهذا المرض. طيب هذه يعني أخبار مبشرة ومضة في العتمة اللي ينشر يعني فيها كورونا في العالم. نوع من التفاؤل أكيد. نعم. من التفاؤل أكيد. لكن خليني أسألك على أمر آخر يعني دكتور حسين، وهذه فرصة جيدة أنك موجود معنا. في الشرق الأوسط في دولنا العربية للأسف أصبح عندنا سوق موازي، وفي نوع من الاستغلال من عند التجار ومن عند جماعة المراكز الطبية اللي يجيبوا في الكمامات واللي أسعارها تضاعفت بشكل رهيب، يعني بشكل معيب جدا، أصبحت أسعار باهظة الثمن. شن حقيقة استخدام الكمامات وشن حقيقة فعاليتها بين الإشاعة وبين الحقيقة العلمية؟ لنقطع الشق باليقين كما يقال. نعم صراحة لا ينصح باستعمال القناع أو الكمامة كما يسمى إلا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، أو إذا كان شخصا يساعد شخصا آخر مصابا بالمرض. نعم. وهذا تأكيد جاء من منظمة الصحة العالمية التي أوصت باستعمال الكمامات فقط في 4 حالات. الأولى هي استخدام الكمامة عندما تشتبه في إصابتك بفيروس الكورونا لكي تحمي الآخرين وليس لتحمي نفسك. الحالة الثانية هي في وجود أعراض مثل العطس المتكرر أو السعال المتكرر، أيضا كي لا تعضي الآخرين وليس لتحمي نفسك. الحالة الثالثة هي إذا كنت تقوم برعاية شخص مصاب بالتهاب أو مشتبه به بأن يكون مصاب بمرض الكورونا. ورابعا وأخيرا من الطبيعي أن يستعملها موظفي الصحة العامة كالأطباء والممرضات والمساعدين. يعني الكمامة للأشخاص الأصحاء ليست ذات فائدة، هي فقط برأيي بمثابة مساعد نفسي أكثر منه تدبير وقائي. وطبعا هناك العديد من أنواع الكمامات، منها ما يحمي جيدا منها ما يحمي أقل حسب أنواع الكمامة، ولكن الأهم من استعمال الكمامة هو كيفية وضعها وكيفية إزالتها، لأن الكمامة ممكن أن تصبح أيضا وسيلة للنقل وللعدوى. وضع الكمامة قبل ارتدائها
يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرها بمحلول كحولي وارتدال قناع وتغطية الفم والأنف جيدا، يعني لا يجب أن يكون على تواصل مع الفم أو مع الأنف، وإزالتها تتم بواسطة المطاطات من الخلف، لا يجب أن تلمس من الأمام ولكن من الخلف بواسطة المطاطات لتجنب لمس الوجه، ووضعها في كيس مغلق قبل رميها بعيدا، ثم غسل اليدين مرة أخرى بعد اغتلاعها. نعم. أيضا الكمامات هي تحمي طبعا، ولكن أيضا يجب تغييرها من حين إلى آخر لأنها ممكن أن تتبلل من خلال التنفس، ولذلك الأكثر إشاعة والأكثر مبيعا الآن هي الكمامات التي عادة تستعمل في الجراحين في غرف العمليات وهي مصنوعة من القماش، لذلك يجب تغييرها كل 6-7 ساعات لأنها تفقد فعاليتها. نعم، معلومات مهمة جدا، نورتنا بهذه المعلومات دكتور حسين. لو عندك أي إضافة بخصوص فيروس كورونا أيضا عندك كامل الوقت في دقيقتين أخيرات. يعني أنا صراحة بدي أرجع أشدد على الفكرة الأولى يلي تكلمنا عنها، ألا وهي الالتزام بالإرشادات الطبية. يعني من المستحيل، أصبحنا في سنة 2020 ولازمنا نفتقر إلى الإدراك والوعي اللازم لكي نفهم ونعلم أن هذا المرض إذا انتشر فهو ينتشر بسبب تصرفاتنا. علينا الالتزام بالإرشادات الطبية لأنها الوحيدة التي تمكننا من الابتعاد عن هذا المرض وأكثر من المساعدة في انتشاره، لأن الفيروس يعتمد على هذا، يعتمد على التواصل بين الناس. لذلك لن نكف عن ذكر الإرشادات دائما، وهي عدم التصافح باليد، التسليم باليد، عدم التواجد في الأماكن المكتظة بالآخرين يعني أماكن التجمعات، عدم لمس الأنف والفم والعينين، غسل اليدين دائما حتى بالماء والصابون فهو جيد لمدة 20 ثانية أو استعمال المطهرات، وأهم من ذلك أيضا عندما يتواجد الشخص في مكان مع أشخاص آخرين يعني في تجمعات يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الشخص الآخر لمسافة أقلها متر كي يتحاشى العدوى. نعم، هذه توصيات بسيطة جدا سهلة جدا يمكن تطبيقها، يمكن تعليمها لأطفالنا، يمكن أن نطبقها جميعا، وأنا أكيد أنها هي الوسيلة الوحيدة لتحاشي الإصابة والعدوى من الكورونا فيروس. الكورونا فيروس فيروس يدخل إلى الجسم عندما نسمح له، لا نحن بذلك، ولا يمكن له أن يطرق باب ويدخل إلا إذا نحن سمحنا له. نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات العلمية المهمة جدا، وشكرا طبعا لوقتك دكتور حسين، وممتنين لقبولك الدعوة الأستاذ اللبناني الأكاديمي والمحاضر في جامعة بافيا في ميلانو إيطاليا. شكرا جزيل الشكر، نتمنى لك دائما السلامة، ونتمنى طبعا السلامة للجميع في كل أنحاء العالم. وصلنا مع الدكتور حسين جلوس إلى نهاية حلقة بلاد الليلة، تحياتي أنا خليل الحاسب، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج بلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.